Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ta'allam. Assalamu alaikum wa marhaba bikum fi qanatkum Ta'allam fi hada ad-dars al-jadid min silsila Ta'allam al-lugha al-faransiya. La leçon d'aujourd'hui est comment régler le problème de la prononciation française à la racine. Yani, كيف يمكننا التخلص من مشكلة النطق في اللغة الفرنسية نهائيا ما يبقاش عندنا مشكل. قبل ما نبدأ الدرس حابة نشكر كامل اللي تابعوني وداروا في الثقة وعملوا أبوني في القناة ونتمنى من قلبي أنكم توصلوا معايا لنتائج مبهرة فيما يخص تعلم اللغة الفرنسية فقط من البيت. مبدئيا مهم جدا عفوا أنكم تعرفوا أهمية النطق في اللغة الفرنسية pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre très bien ce que nous disons. حتى الناس يفهموا واش رانا نتكلموا. بمعنى هناك كلمات دي مو إذا ما نطقناهمش بطريقة صحيحة فالمعنى سيتغير. نعطيكم مثال، عندنا هذه الكلمات موتو مونتون موتان مونتو. جو ريبيت موتو مونتون موتان مونتو. عندهم دي لاتر أو أحرف يتشابهوا بينهم و لي فويال مختلفين. إذا كان النطق تاعنا خاطئ فسيتغير ويختل المعنى اللي حابين نوصلوه. ريغاردي موتو مونتون موتون مونتو. لاحظوا معايا أن النطق يختلف، فإذا أنا أخطأت في النطق فلو كونتكست أو المعنى اللي في الجملة راح يختلف، لذا فالمتلقي اللي يسمعني ما راحش يفهم أنا واش قلت لأني ما نطقتش مليح. هذا علاش لا برونونسياسيون مهمه بزاف بزاف بزاف. او مثلا واحد حاب يقول كلمه ميرسي ولكن ينطقها مثلا ميرسي، ما كان سي يقول سي لانه لا يعلم ان سي مع اي يقرا سي مش سي. او مثلا يقول ميرسي ميرسي، ما عرفش ان ام بلس او تقرا مي مش مي. وهذه الأخطاء المحرجة للأسف حتى الناس اللي يفهموا اللغة الفرنسية يوقعوا فيهم. إذن حاولوا قدر الإمكان الناس اللي عندهم مشكل في النطق أو اللي مازال ما يعرفوش الحروف الفرنسية يتبعوا ويركزوا معايا في هذا الدرس. تمام، على بركة الله نبدأ بعد الفاصل. أول حاجة راح نعملوا دي جروب لهذا الحروف. فالحروف في اللغة الفرنسية تنقسم إلى نوعين. النوع الأول هما لي فويال. لي فويال هما بحال الضمة والفتحة والكسرة في اللغة العربية، يشكلوا النوع الآخر من الحروف اللي هما لي كونسون. يعني لي فويال يشكلوا لنا لي كونسون. لي فويال في اللغة العربية هما الحروف المتحركة ولي كونسون هما الحروف الساكنة. السؤال المطروح هو ما هي أو ما هما لي فويال وما هما لي كونسون وكيف نفرق بينهم؟ alors في الفرنسية كاملة كاين 26 حرف 26 لتر، 6 منهم هي لي فويال الحروف المتحركة ولي 20 الآخرين ال 20 اللي بقاو نسموهم لي كونسون أو الحروف الساكنة. alors ما هما لي فويال؟ لي فويال هما أ أ إي O, U, Y. هادو هما لي فويال اللي قلنا عليهم يمثلوا الضمه والفتحه والكسره في اللغه العربيه. نزيدوهم على لا كونسون باش يشكلوا لنا لي كونسون. ما هما لي كونسون؟ لي كونسون اللي بقاو هما B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, F, Q, R, S, T, V, W, X, Z. هادو هما لي كونسون أو لي 20 كونسون اللي كاينين. alors 6 فويال مع 20 كونسون. الآن مفروض نعرف نفرق
بيناتهم. إذا أخذنا une consonne وزدنا عليها une voyelle تسمى une syllabe. إذن consonne plus voyelle égale syllabe. راح ناخدو une consonne كمثال، نزيد عليها كامل les voyelles ونشوفو كيف تنطق مع أخذ مثال على كل حالة. alors راح ناخدو la lettre M، الحرف M اللي هي une consonne، ونزيد عليها كامل les voyelles ونشوفو أمثلة كما قلنا. نبداو M plus A تنطق ما. ناخدو مثال malin. M avec E تنطق م. مثال menuisier اللي هو النجار. M avec I تنطق مي. مي اللي هي ميغوار. ميغوار المرآة باللغة العربية. M avec O تنطق مو. مو نقول مودست. مودست اللي هو شخص متواضع. M plus U تنطق مو. مو نقول مولتي ناسيونال. مولتي ناسيونال اللي هي شركة متعددة الجنسيات. M avec Y تنطق مي. مي بحال الإي. نقولو أميت. أميت بمعنى معتقد، اللي هو معتقد عند فئة معينة من المجتمع ليأمنوا به. كاين ناس ما يفرقوش عفوا بين بعض لي كونسون وما يعرفوش كيف ينطقوهم. مثلا لا كونسون جي اي لا كونسون سي. بالنسبه للجي لما يجي في كلمه ممكن ما تعرفش الا تقراه ج او تقراه غ. اذا متى يقرا ج ومتى يقرا غ؟ هذا الشيء اللي رايحه نشرحه لكم. لما تكون عندنا في كلمة ج avec la voyelle A أو la voyelle O أو la voyelle U تنطق غ. غ ناخذ مثال أو أمثلة على كل حالة. ج avec A غا. un garçon. un garçon ولد باللغة العربية. G avec O go. escargot. escargot حلزون. G avec U gu. gu une guitare. une guitare الآلة الموسيقية. طبعا نشكلوها بلا فوايل اي موراها هي جي. جيتار جي افيك يو افيك اي تنطق جي او عفوا جي. جيتار هذو هما الحالات اللي تقرا فيهم لا كونسون جي تقرا غ. عرفناهم. الان نشوفوا متى جي تقرا ج. ج الحالة الأولى ج avec E تقرأ ج. مثلا جلي. جلي يعني حاجة مجمدة. ج avec I تقرأ جي. جي قولوا une girafe. زرافة. girafe هذه هي. نتمنى تكونوا فرقتوا بين ج و غ لانها خلقة بزاف مشاكل واحراج لكثير من الناس. كما قلنا على حسب لا فوايل وكل فوايل وكيفاش تنطق معها لا كونسون. اما ج او غ باختصار
نعاود ج افيك ا او U تقرأ G و la consonne G avec E أو la avec I تنطق أو تقرأ J. La consonne الثانية اللي الناس ما تفرقش كيف تنطقها مع les voyelles هي la consonne C. فأحيانا ينطق S وأحيانا أخرى ينطق K. النطق نتاع la consonne C يختلف باختلاف لا فويل اللي تجي موراها. مثلا سي افيك ا تقرا كا، كادو كادو هديه. سي افيك او تقرا كو، اون ايكول ايكول مدرسه. C avec U تقرأ Q. Un cube مكعب، شكل هندسي مكعب. هادو هما الحالات اللي C تنطق فيهم K. إذا قلنا C avec A K، C avec O K، C avec U Q. الآن نشوفوا متى حرف C ينطق S مثل الأس. الحالة الأولى C avec E S. Une cerise cerise الكرز. C avec I تنطق سي سي. Une cinéma cinéma أو كما قلنا في المثال الأول merci si merci cinéma. إذن c'est avec e ce c'est avec i si. نتمنى يكون الشرح واضح. نتمنى أنه درس اليوم كان واضح ومفيد للجميع، وروه لولادكم باش يتعلموا اللغة الفرنسية على أساس صحيح. ونتمنى أيضا أنكم تتفاعلوا مع الفيديو باللي لايك وتخليوا لي لي كومنتار ديالكم فيهم الأسئلة أو ربما الملاحظات، وتقولوا لي إلى عندكم دروس حبيتوا أنني نعملهم كتبوا لي في لي كومنتار. وأي واحد عنده صعوبة في اللغة الفرنسية يكتبها في تعليق باش ناخدها en considération. Mais ne pas le partage, bien sûr, et toujours abonnez-vous et d'acte à la zir al-jarasafwan, bach yusulkom kamel, jdid nta al-video ha sari. Tala fur wahkom, on chouvkom fla video jaya. Here we go!